لأنني لم أخطب اليوم، فقلت هذه فرصة لأتدارك، أتدارك ما لم أخطب عنه اليوم، بسبب أنني لم أخطب أصلا، لو خطبت لتحدثت في هذا الموضوع. ونحن لا نهاب واحدا إلا الله عز وجل، أرواحنا بيده وأرزاقنا بيده ومآلنا بيده جل في علاه. الوقفة الأولى بعجالة سريعة تتمثل في هذا الفيروس، فيروس الكورونا. الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق وهو مدبر الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بتقديره وإلا بعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إن كل شيء خلقناه بقدر، والمسلمون جزء من هذا العالم البشري، فما يحصل في هذا العالم ينبغي أن يعنوا به، والخطاب الديني يجب أن يشمله. وبالتالي الأمراض حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد الطاعون ومات صحابة، فالطاعون كمعاذ بن جبل وطائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره، وإن كان الطاعون يسمى بالفرنسية لا بيست، فهمت؟ لكن الطاعون في الواقع مرض يتجدد يقتل الناس، يتحدى الله سبحانه وتعالى به البشر ليبين عجزهم وضعفهم، وأنهم مهما ملكوا من أسباب القوة ومن أسباب التقدم التكنولوجي والعلمي والطبي والتجريبي، تبقى قدرة الله فوق قدرة الخلق، وسلطان الله فوق سلطان الخلق، وإرادة الله فوق إرادة الخلق. وها نحن نرى هذا الفيروس الذي مات من إثره أو بسببه مئات الألاف، خلافا للروايات الرسمية الصينية الكاذبة، وإنما لا يريدون التصريح خوفا من مزيد الخسارة الاقتصادية والاجتماعية والعالمية، هذه الخسارة الكارثية. طبعا نحن نعرض هذا الموضوع من زاوية لا من زاوية الشماتة بأحد، ولكن كما قلت يجب على الخلق أن يتذكروا أن لهذا العالم خالقا هو الذي يحكم فيهم، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. فهيا، أين التقدم الطبي والتكنولوجي؟ أين مراكز الأبحاث والتجارب؟ أين هي؟ الله فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ثم لا بد أن نتذكر أن الله جل وعلا له جنود، لا يعلم جنوده إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فجنود نراها وجنود لا نراها. الإنسان لا يحيط بكل شيء حوله في هذه الدنيا، صح ولا؟ والله تعالى قادر على أن يقتص للمظلوم من الظالم بالشيء الذي يناسب. وتعرفون ما حصل لمسلمي الأيغور تركستان، هذه الأقلية المسلمة التي تتعرض لأبشع أنواع الإبادة والقمع والاستبداد والإجبار على الكفر بالله تعالى والخروج من الدين والإجبار على مقارفة المعاصي. قتلت رجالهم واغتصبت نساؤهم ولا أحد يغيثهم بعد الله. الأمة أما عن شعوبها فلا تسل، يحول بينها وبين الوصول إلى إخوانهم هذه الحدود المصطنعة. ثم هذه العقبات التي تتمثل في من يحكمونهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يمكن أن ينتظر منهم خير، لا يأتي منهم خير، ولا يمكن أن يقدموا دعما معنويا ولا ماديا ولا نصرة لإخوانهم ولا لدينهم إلا ما رحم ربي. ولهذا إذا لم تتدخل الأرض ستتدخل السماء، فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وعلى المجتمعات الأخرى أن تعتبر، وعلى المجتمعات الأخرى أن تتعظ، إنها عاقبة الظلم. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، إلى آخر الآيات. إذن عاقبة الظلم الدمار في هذه الدنيا،
إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات. وهذا الذي يتعرض له المسلمون هناك نحن لا نرضاه بل نأباه أشد الإباء، أن يفعله مسلم بغير مسلم. لا يجوز أن نكره أحدا بهذا الشكل وبهذه الأساليب القذرة، لا يجوز أن نقمع البشر أو أن نكرههم على أن يدخلوا في ديننا أو أن يكفروا بدينهم بهذا الأسلوب القذر. معاذ الله، ديننا دين أسس للرحمة والاختلاف والتنوع، فإذا ما اعتدي عليه عرف كيف يدافع عن نفسه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي.